على كيفنا. دوس على كيفنا، عسلامة، مرحبا بكم في موعدكم اليومي مع السياحة البديلة والمستدامة في تونس. مواصلين نحكيو على السياحة المستدامة ونحكيو على نوعيات المهرجانات اللي هو محورنا الأسبوع هذا، المهرجانات اللي تعنى بالتراث نتاعنا في تونس فيما يتعلق بالأكل، دونك لو باتريمون كولينير نتاعنا باش نحكيو عليه الأسبوع هذا من خلال مهرجانات منظمين في جهات مختلفة من تونس. ونبداو المحور كان الأسبوع هذا مع تظاهرة في منطقة بني حسان من الساحل التونسي، واللي تتمثل في مهرجان اسمه مهرجان إجريتفا. باش نكتشفوا شنو هي إجريتفا مع بعضنا، مع منظم المهرجان هذا اللي هي الغرفة الفتية العالمية ببني حسان، ممثلة في شخص نائبها ولا نائب رئيسها المكلف بالبرمجة والعلاقات الخارجية ذي الدين الغزي. ذي مرحبا بك. مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. شكرا لك ذي على قبول الدعوه. ذي، قبل ما نحكيو على مهرجان الجريتفا وشنو هي الجريتفا وشنو هو المهرجان اللي كان صار البارح 14 ماي، هات نحكيو ذي على نعرفوا اللي ما يعرفش الجمعيه نتاعكم الغرفه الفتيه العالميه اللي هي جمعيه معروفه في تونس بطبيعه الحال، ولكن مثالش نعرفوا بها في كلمتين شنو هي الغرفه الفتيه العالميه ومنين جات الفكره باش الغرفه تخمم انها تعمل مهرجان كيما المهرجان هذا. واضح، الغرفه الفتيه العالميه هي منظمه عالميه موجوده في اكثر بلاد العالم الكل. تلانسيت في تونس 2 فيفري 1961. نعم. وفي بني حسان بدات عام 1995. تضم ثم في تونس اكثر من 100 غرفه تو. اي. الهدف نتاعها هي الحث على التغيير الايجابي وطلع في قاده في تونس وفي العالم كل كان. واضح. به هات نحكيو تويكا منين جات الفكره انه الغرفه تنظم ولا تخمم باش تحيي تراث يتعلق بمأكولات، وخاصه كي نحكيو على مهرجان الجريتفا، منين جات الفكره انه بني حسان الغرفه في بني حسان تعنى بهالحكايه هذه. الفكره مقترحه من 2019، كانت باش تعمل في 2020، اما الله غالب سادستنا الكورونا دونك تاجلت. قررنا سنه 2023 هي باش تكون النسخه الاولى، نظرا لاهميه الموروث الغذائي، وحبينا الحاجه هذه معنا كثير الباساسيون للجيل الجديد وباش الناس الكل تعرف. دونك عصيده الكريتفا هي عصيده حسانيه 100%، كان بني حسان تقوم بها وتقوم بتبيع عددها معناها. واضح، دونك انكم اخترتوا انكم تخدموا على موروث الغذائي، كيفاش شريتوا الامباكت نتاع مهرجان كيما هذايا اللي هو نذكروا اللي هو في دورته الاولى، كيفاش شريتوه انتم باش يكون قبل ما تصير التظاهر، كيفاش شنو استنيتوا من 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 الامباكت نتاع مهرجان كيما هذا على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي سياحي وغيره؟ في مستوى الفلاحي خممنا قلنا بروكوبا تولي بعد ثم بروجي نتاع جريتفا، معناها تولي ثم شكون ياخذها الجريتفا كبروجي يزرعها، تولي ثم خطريه كما نعرفوا الجريتفا تطلع وحدها معناها. بما انك انت حكيت بما انك انت حكيت على الجريتفا، يدخل اللي ما يعرفوهاش، يدخل نفهموا شنو هي الجريتفا بالضبط. الجريتفا هي ورده صفراء، معناها زهره صفراء تطلع في وسط تونس. اي. تطلع بصفه معناها عشوائيه ومعناها وحدها، لازمها تربى سبيسيال. احنا في بني حسان تصير القطف نتاعها نجمعها معناها. وهذيك هي الجريتفا، معناها جدودنا قبل كانوا يعملوا بها عصيده. واضح، وهذه خاصيه معناتها النبته تنبت بصفه خاصه في بني حسان ولا موجوده في بلايص اخرين معناها؟ موجوده في احواز بني حسان، معناها ثم في بقالته في دولبه في زرمدين. واضح. موجوده في بلايص معناها معروفه في غادي كباها الكريت. واضح. اما كبلد معناها تعملها العصيده اللي هي بني حسان هكاهو معناها يعملها عصيده. واضح، دونك من هنا جاء اهتمامكم انتوما بهالنبته هذه وبال يمكن الموروث الغذائي والعصيده اللي تعملوها انتوما، عصيده الكريت هذه اللي هي ذولي فيها الورده هذه ومعها القمح هكا. نعم. قلت لك من هنا جاء الاهتمام بعصيده الجريتفا هذه اللي هي متكونه من هالنبته هذه مخلطه بالقمح هكا.
وي تصير الجمع نتاعها نخليها تشيح لمده 10 ايام في الظل. من بعد كي معناها تصير الطحن نتاعها مع القمح، يبدا القمح اللي معاها وتطيب كيما عصيت الفرينه للي ما يعرفش بوزر عصيت الفرينه كيما تطيب كيما عصيت الجريتا بالضبط. برد بروسيدور نتاع تحضير معناها. باهي باش نختم معك لليوم بسؤال اخراني، شنو كانت انتظاراتكم انتوما قبل ليفينمون هذا كي خمنتوا باش تعملوا المهرجان؟ شنو كانت انتظاراتكم على جميع المستويات كيما حكينا قبيله شويه؟ معناتها اسكو انتظرتوا تاثير على مستوى اقتصادي، على مستوى يمكن تعريف بالجهه، يمكن فماشي ابعاد سياحيه زاده ما نعرفش. احنا الحق الاوبجيكتيف نتاع التظاهره هذه كان انه نوريو المنتوج الحساني، نشجعوا على اهميه انه بالحق العباد تحافظ على المنتوج وعلى الموروث الغذائي نتاع البلاد. كما تعرفوا فما كل بلاد وعندها شنو الحاجه اللي تزينها. ابرسا حبينا الشباب يتشجع يخلق فرص، يمكن الجريتفا تكون فكره نتاع مشروع، يمكن هي تكون حافز انه العباد تتشجع وبروكوبا توليش عام الجاي دوزيام اديسيون نكون موجود معنا معناها التوريست يكونوا حاضرين ان شاء الله، تكون فما استقبال للخارج من تونس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك ضياء الدين غزي نائب رئيس مكلف بالبرمجه والعلاقات الخارجيه للغرفه الفتيه العالميه بني حسان، شرفتنا. احنا عندنا عوده معك غدوه ان شاء الله باش نحكيو اكثر على الديغولمون نتاع المهرجان، كيفاش كان الزوار، البرمجه وغيره. شكرا لكم، تابعتونا، احنا نتقابلوا غدوه في نفس الموعد، الى اللقاء.